مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في اللون الاخضر بنبقى مركزين جدا جدا على المحافظات بشكل عام، والنهارده اجمل سلام وتحيه لكل اهل اسكندريه. النهارده هنتكلم على محافظه اسكندريه بالشكل الاكبر، هل فيها مشاكل تحديدا في الاسمده او غيره؟ يا ترى الاسكندريه بتشتهر بزراعه اي نوع من المحاصيل؟ تفاصيل كتير جدا هنتابعها مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، الاستاذ حسين جمعه عضو الجمعيه الزراعيه المركزيه باسكندريه، اهلا بيك منورني. والاستاذ محجوب الدياش رئيس الجمعيه المركزيه الزراعيه باسكندريه، اهلا بيك يا فندم. تحياتنا لكل اهل اسكندريه منورنا. خليني ابتدي باستاذ حسين. احنا دايما بنتكلم على المحافظه بشكل عام، وطبعا اسكندريه مريه. يا ترى ايه هي اهم المحاصيل اللي بتزرع داخل محافظه اسكندريه، وتحديدا كمان واحنا مقبلين على فصل الشتاء؟ هي بالنسبه لمحافظه اسكندريه تشتهر زيها زي اي محافظه زراعيه. عندنا القمح، وعندنا البنجر بالنسبه للشتوي محاصيل اساسيه. في الصيفي ده حاجه تانية خالص، انما بالنسبه للشتوي اللي احنا داخلين عليه ده القمح البنجر، احنا بنشتهر عندنا مصنعين بنجر، فمجموعة زراعات البنجر كتير، القمح. بس هي مشكلتنا احنا عندنا في الري، يعني هي مشكلة الزراعة عندنا بالنسبة للمريوط، بالنسبة للأراضي مريوط عامة حوالي 120 ألف فدان، خلط المية وعدم انتظام المنوبات مع بتوع الري. عندنا وكيل الوزارة دكتور مجدي ملوك، الراجل يعني متعاون لأقصى درجة، بس بتوع الري نتكلم معاه كلام يعني ما بينفذش اي حاجه، هو كلام حلو يعني، لدرجه ان وكيل وزاره الري بقى له 6 شهور عندنا، اول ما فهم اتشال وجه واحد جديد لسه ما نعرفش هو مين. عندنا الناس بتعاني من خلط الميه، والميه الصرف اللي موجوده في مريوط دمرت اراضي كتير جدا، وديت شغالين فيها بحيث ان يمكن الراجل الجديد ده يكون عنده فكر جديد يعني بالنسبه للموضوع. الميه ده موضوع مهم جدا بالنسبه لاراضي مريوط، خلط الميه بنسبه عشوائيه وبتبقى زراعات، لان اراضي مريوط كانت زمان بتجيب احسن انتاجيه واحسن محصول، دلوقتي ما بيزرعوش غير القطن، وما ادراك ما القطن. طبعا يعني بتبقى عمليه صعبه شويه بالنسبه للميه. بالنسبه للمشاكل، احنا بالنسبه لمشكله السماد، مشكله السماد عندنا في اسكندريه مش موجوده في جامعات الائتمان، بس هي المشكلة عندنا ان احنا المفروض السماد ده سيادة الوزير يطلع لنا قرار بحل مشكلة السماد، حلها بسيط جدا، انها يبقى الاسمدة حرة، والجمعيات العامة كلها لازم تتكتل مع بعض ونعملوا مصانع كبيرة، سواء الجمعيات العامة سواء الاتحاد التعاوني، بحيث ان يبقى احنا كمزارعين نمتلك المصانع بتاعتنا. ايوه، بمعنى ايه اسمدة حرة؟ يعني السماد ده يبقى حر، ما يخشش في منظومة الدعم، لأن الدعم ده ما هو اللي مأثر عليه. هي لما تبقى موجودة بره ما فيش مشكلة بالنسبة لنا وبالنسبة للمزارعين. قصدك التجار مش هيخطفوها مثلا وياخدوها يحطوها في السوق السوداء بأسعار؟ حضرتك قبل كده كان في نسبة للقطاع الخاص والقطاع العام، اللي هو الجمعيات التعاون، التعاونيات والبنك كقطاع عام والقطاع الخاص، كانت منظومة ماشية كل واحد له جزء، انما هو المفروض الاسمده تبقى حره في جمهوريه مصر العربيه، واحنا بقى كجمعيه عامه وكتعاونيين نعمل مصنع كبير بحيث ان نغطي الناس بتوعنا. يعني حضرتك مثلا الفلاح بيجي يزرع الاناناس ويزرع البطيخ ويزرع، هيسيب بقى المحاصيل الاستراتيجيه لان كده بالوضع، ومش جايبه حاجه اصلا. يعني حضرتك يعني في اسكندريه، في شارع اسكندريه الجوافه الكيلو بيبيعوه ب 60 ساعه وبنشتروه بره ب 4 جنيه و5 جنيه. ليه احنا ما نعملش مصنع مصانع عصائر للجوافه والبرتقال عن طريق الجمعيه العامه وعن طريق الاتحاد التعاوني، تبقى حاجه الفلاح توصل للمنتج، لازم يتدور، ما يبقاش منتج خام زي القطن. يعني القطن احنا بدر دلوقتي مرمي في بيوت الناس عندنا بطريقه غريبه الشكل. انما احنا لو تكاتفت التعاون بالكامل سواء الاتحاد التعاوني مع الجامعات العامه، ما نبقوش احنا محولجيه اسمده وبرنامج رايح جاي وخلاص على كده، وانتم مش مستفيدين كده. مش مستفيدين. طب خلينا نشوف راي استاذ محجوب في الموضوع ده ايه، وتحديدا انه دور الجمعيه التعاونيه خدمه المزارع المصري. وانا بس استكمالا لمشكله الاسمده، يعني انا عايز ارجع لجدي اللي كان موجود وكان يتقال زمان الفدان
كم غبيط. يعني بمعنى ان جدودنا وابهاتنا ما اعتمدوش ابدا على اليوريا والنترات والاسمده اللي جابت الامراض الكتيره اللي احنا بنعاني منها. يعني النهارده الفلاح المصري ابتدى يبقى عنده فشل كلوي، ابتدى يبقى عنده فيروس سي، ابتدى يبقى عنده امراض كتيره جدا سببها الاساسي هو السماد للاسف الشديد. ليه؟ لان احنا بعدنا عن الطبيعه وابتدينا نلتجئ للحاجه السريعه اللي ما بتجيبش نتيجه غير نتيجه وقتيه. يمكن النهارده السماد، النهارده الفلاح بيحتاج للفدان ثلاث شكاير واربع شكاير وخمس شكاير عشان يحطهم للارض. الارض للاسف الشديد ما بتستفيدش منهم بل بتدمر التربه الزراعيه. لكن انا ارجع النهارده، يعني النهارده الحمد لله ربنا يمكن حابة اسكندريه بوكيل وزاره دكتور مجدي ملوك، يعني راجل بقاله اكتر من ست شهور النهارده موجود في اسكندريه، ابتدى منظومه تعاونيه جميله جدا في اسكندريه، يمكن رفع شعار نعمل معا لننجح معا. النهارده مع السيد اللواء محافظ الاسكندريه ابتدوا فعلا يلجأوا للطبيعه. يمكن لو نضرب مثلا بالصين، النهارده الصين بتستورد الزباله. احنا للاسف الشديد مش عارفين نتخلص من مشكله الزباله. النهارده في منظومه جديده بتتعمل في اسكندريه بياخدها وكيل وزاره الزراعه في اسكندريه الدكتور مجدي ملوك مع سيد محافظ اسكندريه، على اساس يتم تدوير الزباله اللي موجوده اللي بتعاني منها المحافظه وبتعاني منها محافظات مصر كلها، على اساس يستخلص من الزباله ديت الجزء العضوي منها ويتم تدويره على اساس نرجع تاني الفدان ياخد غام خبيط. هو ده اللي يفيد الفلاح، يوفر عليه كميه المبالغ اللي بيدفعها في الاسمده ونطلع بقى، لان هو الدعم ده اساس الفساد. اي حاجه مدعومه هي اس الفساد، فلازم نطلع من اس الفساد ده ونرجع للطبيعه تاني على اساس ان احنا نتعامل مع الطبيعه بالطبيعه. وانا بايد حضرتك في الراي ده. الحل الامثل طبعا، الحل الامثل لحل مشكله الزباله. حضرتك يعني اتكلمت على نقطه مهمه، انه فكره ان الصين بتستورد مننا المخلفات الخاصه بينا او القمامه، تمام، وبعد كده بترجع تبع لنا يعني انا المواد بشكل يعني مصنع من جديد، تمام، وبسعر مرتفع. يعني انا بس عايزه اناقش مع حضرتك اتفضل. نقطه عشان لا نغفلها استكمالا لكلام استاذ حسين على فكره الجمعيات التعاونيه. هو شايف ان هو محتاج ان الاسمده تكون، حضرتك اتكلمت على فكره ان احنا مش هنستخدم الاسمده وعندنا حلول بديلة، ولكن احنا في الموضوع القائم دلوقتي مشكلة الأسمدة هتتحل ازاي تحديدا مع وجود اراء زي انا رأي حضرتك. انا بمثل الجمعية المركزية. الجمعية المركزية في اسكندرية هي جمعية ائتمان، عشان بس ما نخلطش المسائل. يعني انا بتكلم على الجزء اللي يخص جمعيات الائتمان في اسكندرية، تمام. جمعيات الائتمان عبارة عن 15 جمعية في شرق وغرب اسكندرية. الحمد لله يمكن منظومة السماد ما عنديش مشكلة فيها. يمكن أنا يمكن الجمعية الوحيدة اللي يمكن على مستوى اسكندرية كلها الحمد لله عندي وفرة في الأسمدة، وعندي المزارع الائتمان اللي هو بيتبع لجمعيات الائتمان 15 جمعية، ما عنديش مشكلة في السماد. طب هو إيه الفرق ما بين جمعيات الائتمان والجمعيات التعاونية الزراعية؟ لا هو حضرتك الجمعيات ثلاث أنواع، تمام، جمعيات ائتمان وإصلاح واستصلاح. فالجزء اللي انا بمثله بمثل جمعيات الائتمان في اسكندريه. جمعيات الائتمان في اسكندريه 15 جمعيه بتمسك حدود اسكندريه من شرق الغرب. فانا مشكله السماد عندي في اسكندريه الحمد لله عندي وفره، تمام، على اساس انا بس كل اللي بعانيه واللي بتساهم فيه بقى الجمعيات، هو ده دور الجمعيات الزراعيه. الجمعيات الزراعيه بتتحمل فوائد تاخير كتيره جدا نتيجة إن أنا عندي حصة بتجيلي حصة شهرية في ساعات كتيرة. يعني أنا مثلا المنظومة عندي من 30/8 أنا ما عنديش صرف أسمدة للفلاح بقرارات وزارية، على أساس إن الموسم الشتوي ما بدأش. كان عندنا بالطبع عندنا الموسم اللي هو النيلي ده السنة دي اتلغى يمكن على مستوى الجمهورية كلها، لكن اسكندرية ليها خصوصية معينة إنها بتزرع نيلي فعلا. يعني عندها زرع النيلي ده موجود كزراعة ومحصول، موجود عندي المحصول النيلي. لكن لقرارات فوقية، قرارات وزارية، تم وقف الصرف. الحمد لله عندي كمية أسمدة موجودة في المخازن. جمعيات نتيجة إن هي بتاخد حصتها وبتحتفظ بيها على أساس لما يجي الفلاح في الفترة اللي هو محتاج فيها السماد يطلبها يلاقيها. نتيجة الكلام ده يمكن إحنا السنة دي جمعيات الائتمان
متحمله 514 الف جنيه فوائد تاخير تم سدادها لصالح الجمعيه العامه نتيجه ان الجمعيات بتحافظ ان دايما شكاره السماد تبقى موجوده الفلاح يلاقيها في اي وقت بعد ما بيعمل معاينته عن طريق الادارات الزراعيه تبع لمديريه الزراعه بيجي يتقدم للجمعيه بالمعاينه وبيتم الصرف دي. فانا الحمد لله ما عنديش مشكله بالنسبه للسماد في اسكندريه. عمليه رفع السعر للاسف الشديد يعني انا شايف اليومين دول ناس كتير قوي يعني نتيجه بقى احنا داخلين على انتخابات مجلس النواب وناس عايزه تعمل شو اعلامي عشان تخش الانتخابات اللي جايه تستعطف حال الفلاح شويه، لكن بقول لهم لا يعني ما مش هي دي الوسيله اللي هتوصلكم للبرلمان. بقول ان الزياده دي زياده فعليه ماشي الزراعه ولا وزير الزراعه اللي زودها اللي زودتها شركات الاسمده نتيجه ان الـ 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 الغاز سعره ارتفع مستلزمات الانتاج لا سعر الغاز فعلا هو ده سبب رئيسي في ارتفاع سعر الاسمده لان الشركات الاسمده النهارده بتستعمل الغاز. الغاز احنا بنعاني منه في الكهرباء موجودين النهارده وشفنا حالات قطع الكهرباء اللي فتره اللي فاتت كانت قد ايه نتيجه ان الشركات دي السعر زاد وكميه الغاز اللي بتجيلها ما بتكفيهاش فاضطرت ان هي ترفع سعر. انا بشكر حضرتك طبعا على هذا التوضيح وبضيف على كلام حضرتك انه المزارع المصري لا ينساق وراء الشائعات ولا وراء الشوهات الاعلاميه اللي بتتعمل تحديدا كمان عشان احنا داخلين على ثالث استحقاق ومصر ابتدت تستقر فازاي ان مصر تستقر فلازم نضرب هنا ونضرب في الوزاره دي ونتكلم على الوزير ده. الناس دي فعلا بتشتغل بمنتهى الجد والاجتهاد وان كان في اي شيء حتى لو كان بسيط يعني مأثر على الفلاح او على المزارع المصري البرلمان جاي عشان يعبر عن حقوقه وتقدروا تغيروا اي شيء مش حاسين ان هو مناسب للمزارع المصري. استاذ محبوب انا هتكلم مع حضرتك برضو على موضوع مهم جدا على منظومه جديده بتتبناها محافظه الاسكندريه وهي منظومه خاصه بالثروه الحيوانيه فكلمني على هذا الموضوع. هو احنا بدينا فعلا يمكن نختلف عن محافظات اسكندريه عن محافظات مصر كلها يمكن احنا الجهه الوحيده او المحافظه الوحيده بقياده الضيف الجديد اللي حل على محافظه اسكندريه الدكتور مجدي ملوك. هو اسكندراني اصلا لكن هو حل كتنفيذي على محافظه اسكندريه وكان ادم وادم خير فعلا على محافظه اسكندريه. يمكن واكب حضوره المنحه الاماراتيه اللي منحتها الامارات لمصر هي عباره عن عدد كبير من العجول عجول التسمين ويمكن دي نوع يعني يمكن نوع جيد جدا احنا يمكن جربناه في العيد اللي فات اتبنته جمعيه من جمعيات الائتمان اللي موجوده اللي تابعه للجمعيه المركزيه جمعيه الثروه الحيوانيه. وبمناسبه دي انا بشكر الاتحاد التعاوني انه ساعدنا ان احنا او قدرنا نقوم بجمعيه الثروه ويبقى في جمعيه اسمها جمعيه الثروه تقدر تنافس في عمليه اللحوم في اسكندريه لان سعر اللحمه في اسكندريه وصل 120 جنيه. الحمد لله بفضل المنظومه الجديده والشعار اللي رفعه الدكتور مجدي ملوك نعمل معا لننجح معا فعلا طبقنا هذه المنظومه وكان ظهورها واضح جدا في العيد الكبير اللي فات ده لان انت عارف حضرتك ان ده عيد اللحمه. ده حقيقي. يمكن كان الـ 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 الوجود امام مديريه الزراعه في العيد كانت وجود مكثف جدا. تم وصول اللحمه للمواطن السكندري ب 55 جنيه وب 45 جنيه. المنظومه الجديده اللي احنا عملناها في الثروه الحيوانيه يمكن ابتدينا نعمل شغل تعاون بقى ان احنا نعمل منظومه تعاون تبقى في شيء متخصص فجبنا جمعيه الثروه الحيوانيه كجمعيه متخصصه في الانتاج الحيواني ابتدت تعمل شعبه للمربيين واحنا الحمد لله يمكن اسكندريه بتمتاز بان عدد المربيين في التربيه يعني عدد كبير جدا مزارع موجوده في اسكندريه الحمد لله قدرنا نمد المربيين ب 4000 عجل ارجوي عن طريق مديريه الزراعه ووزاره الزراعه تم تخصيص عدد 4000 عجل تم توزيعهم فعلا على المربيين في اسكندريه ابتدينا من خلال رئيس مجلس اداره الجمعيه المستشار محمود سليمان واعضاء مجلس اداره الجمعيه نعمل منظومه جديده
في اسكندريه عن طريق ان احنا نعمل شعبه للمربيين، وابتدت الحمد لله الشعبه اشتغلت وبقى وضع على الطبيعه. اللي عايزين نعمله جديد النهارده وبننفذه على اساس نوصل لسعر اللحمه زي ما ثبتناه، وخلينا الجزار في اسكندريه ينزل من سعر اللحمه من 120 جنيه ل 70 جنيه ل 60 جنيه. ان شاء الله المرحله اللي جايه عاملين شعبه جزارين، هنبتدي نعمل مع الجزارين اللي موجودين في اسكندريه ونمدهم باللحوم من ناتج المزارع اللي هي اخذت ال 4000 عجل، منهم 500 عجل حطيناهم في كليه الزراعه، في مزرعه كليه الزراعه في اسكندريه. ال 500 عجل دولت هيبقوا باكوره العمل الجديد التعاوني اللي هنوصل فيه ان شاء الله سعر اللحمه في اسكندريه ل 55 جنيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. تمام استاذ حسين، احنا بنتكلم دلوقتي على الثروه الحيوانيه، واكيد طبعا المزارع المصري له دور اساسي في الموضوع ده، وانه دايما بيعتبر انه يعني ممتلكاته من الثروه الحيوانيه دي اثمن واغلى الممتلكات الخاصه بيه، زيها زي الارض بالظبط. رايك ايه في الموضوع ده، وازاي انه ممكن فعلا يكون للمزارع المصري دور في النهوض بالثروه الحيوانيه داخل محافظه اسكندريه وباقي محافظات مصر؟ وبالنسبه لاسكندريه احنا ديت حاجه عملناها كلنا في المركزيه مع مدير المديريه، له فكر طبق تكنولوجيا المعلومات في المديريه لاول مره. الموضوع بدا يتزايد، وكل الجمعيات وكل اعضاء المركزيه متكاتلين ان الموضوع لازم ينجح. موضوع الثروه الحيوانيه ده اللي احنا بنتكلم عليه وناجح في اسكندريه حاليا، يمكن المحافظه الوحيده اللي هي استلمت الكميه دي، والوحيده اللي المربيين بتوعها حاليا يمكن الارقام اللي الاستاذ محجوب اتكلم عليها 4000 عجل، يمكن عايزين اكتر من 20000 عجل وجاهزين، يعني اماكنهم جاهزه والناس جاهزه وما فيش اي مشكله. نفس النظام ده انا عايزين نعمله في الجمعيات ككل على مستوى الجمهوريه، ما تبقاش الجمعيه العامه سواء ائتمان اصلاح استصلاح، كل اللي بيعملوه انهم يعملوا برنامج للاسمده يبعتوه للشركات، والشركات تبعته للجمعيات المحليه وخلاص على كده. المزارع مش عايز اسمده، لان هو اساسا بتتكلموا على دعم الاسمده. الاسمده هو بياخد 4 شكاير، بيدعموه في ايه؟ في 200 جنيه 300 جنيه، الفدان بيخسر اكتر من كده مع الفلاح. انما لما يكون الاسمده حره والاتحاد والجمعيات العامه ما فيش بقى فرق بين الائتمان والاستصلاح والاصلاح، وتتعامل بدل ما الدوله تدعمنا في الشكاره، لا تدعمنا نعمل مصنع، تدعمنا نعمل مصانع بدل ما نبيع الماده الخام. زي القطن مثلا يبيعوه بعد ما يتم عمل محالج عن طريق الجمعيات العامه والاتحاد التعاوني ووزاره الزراعه والحكومه الدعامه. انت بتفكر لقدام، يعني انت مش عايز تاخد الدعم دلوقتي، لا انت كمان بتفكر لقدام. انا مش عايزين الدعم، هو فين الدعم؟ انت بتتكلم على حاجه مش موجوده اصلا. يعني هو دلوقتي الدعم كل الجمعيات بتعمل بتدي الفدان 4 شكاير، الفلاح العماله غاليه، المبيدات غاليه، ايجار غالي، كل حاجه بالنسبه له يعني السولر. فدلوقتي السولر الدوله بتدعم الغاز وبتدعم السولر كله لحساب الفلاح، الفلاح مش طايل حاجه، ما هو الفلاح دي لفه كبيره قوي عشان يوصل توصله ل4 شكاير، كل الهيصه دي عشان 4 شكاير، الفلاح مش عايزها، الفلاح عايز المنتج بتاعه يبيعه يبقى فيه ربح، ما يبقاش مثلا يزرع وياخد الشكاير الكيماوي المدعمه ويخزن سواء الرز سواء القطن سواء القمح سواء الزراعات ككل الصيفيه الشتويه. انما بالنسبه لموضوع الاسمده انها ندعمها واحنا على كده مفيش تسويق، دور الجمعيه العامه والاتحاد التعاوني، وانا بناشد الجمعيه العامه والاتحاد التعاوني ان يتم عمل بروتوكول بين الجمعيات كلها ويتعامل مصنع، سواء مصنع للاسمده سواء مصنع للمنتجات المزارعين. المزارع دلوقتي بيبيع بارخص التراب وبيشتري، يعني حاجه الفلاح لما بيجي يشتري بيشتري غالي، مبيدات غاليه، اسمده غاليه، الاسمده ما دام مدعمه هتبقى غاليه. هو لو عملها حره واتبنينا موضوع العضوي هتبقى فيها انفراجه. بس هو اهم حاجه عاوز يزرع وينتج، عاوز يبيع هيبيع. يعني دلوقتي حضرتك بيصرف على الفدان مبلغ وقدره، يعني الراجل اللي هو حرق القطن حرقه ليه؟ حرقه لان هو جاب عمال وجاب عماله وقعد يشتغل وفي الاخر ثمن العماله اللي موجود عشان كده ولع في الارض. فده اللي حصل. يعني احنا دلوقتي بالنسبه لنا احنا عايزين المنتج يتباع بسعر يريح الفلاح، الفلاح مش عايز الكيماوي ده خالص، هيشتري من بره، بس هاتوا له زراعته ديت تمشي،
تمام. ما يبقاش ان القطن موجود قنبله موقوته في بيت كل واحد فلاح، يعني لو حريقه حصلت هتبقى مصيبه. وهو لا كسبان، وكان الاول القطن ده موسم للناس يقول لك هجوز ابنه. ايوه ده الذهب الابيض اللي بنقول عليه كده زمان، خراب بيته انه يجمع القطن، هو مش لاقي عماله يجمع القطن. فانا لازم التعاون والاتحاد التعاوني والجامعات العامه كلها تتكاتف ان المنتج بتاع المزارع يمشي باسلوب ينجح الفلاح. اكيد. استاذ محبوب، لو هنتكلم بقى على تطبيق الموضوع ده، يعني نطبقه على ارض الواقع ونخليه حقيقه، ممكن نعمل ايه؟ هو بالمناسبه يعني الدستور الاخير اللي صدر راعى المشكله اللي بيتكلم عليها الحاج حسين، اللي هي الزراعه التعاقديه. ويمكن دي المنظومه اللي احنا عايزين نعملها في اسكندريه ان شاء الله، بداناها بالثروه الحيوانيه. احنا عندنا اربع جمعيات متخصصه في اسكندريه، جمعيه الثروه الحيوانيه، وجمعيه النحل، جمعيه الخضر والفاكهه، وجمعيه الميكان. اللي احنا عايزين نشتغل فيه في الجمعيه المركزيه دلوقتي، خلصنا منظومه الثروه الحيوانيه، وابتدينا نعمل زي ما قلت في كلامي ان احنا عملنا شعب او رابطه للفئات اللي موجوده في منظومه الثروه الحيوانيه. ان شاء الله عايزين بتكاتف الاخوه اللي موجودين معانا، سواء كان سيد وكيل وزاره والمعاونين اللي معاه مع اداره التعاون في اسكندريه، نبتدي نشغل الاربع جمعيات النوعيه ديت في منظومه ان احنا نعمل يعني زي منظومه القمح. يعني منظومه القمح يعني يمكن السنه اللي فاتت كانت منظومه سيئه جدا، وشفنا حاجات يعني الفلاح الارض نتجت قمح لكن التوريد كان قليل جدا. ليه؟ لان فعلا مفيش العلاقه التعاقديه زي ما نص عليها الدستور، ان انا اضمن للفلاح انه يزرع الزرعه بتاعته ويضمن ان هو يبيعها. طب انا عايزه يعني كلمه اخيره من حضرتك لكل مزارع مصري، زي ما حضرتك بتتكلم على اننا نرجع المنظومه القديمه اللي كان فيها الحقيقه فوائد كتير جدا جدا للمزارع المصري، فتطلب من المزارع المصري ايه تحديدا في ظل الفتره اللي كانت مليئه بالشائعات وهتظل، كل ما هنمشي خطوه نحو الاستقرار هيطلع لنا ألف ايد وايد خفيه عشان تحاول انها تزعزع استقرار البلد، وان شاء الله ده ما يحصلش. والله هو الفلاح المصري اتظلم كتير، يعني ما حدش ينكر ان الفلاح المصري يعني الظلم كتير عليه جدا. لكن احنا شفنا يمكن في الثوره الجهه الوحيده او الفئه الوحيده اللي ما عملتش وقفات احتجاجيه ولا عملت مظاهرات يمكن كان الفلاح، ودي حاجه احنا كلنا بنفخر بيها. فلاح صبور، وانا كل اللي بطلبه منه ان هو يدي الفرصه لقائد المسيره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا شايفينه ماشي بيقفز، مش بيقول ان هو بيخطو، لا بيقفز فعلا. يعني احنا في زمن القفز، ان هو يستحمل ويصبر ونلجا للطبيعه، يعني بلاش اعتمادنا الكامل على الاسمده، ونرجع للغبيط زي ما قلت في بدايه حديثي، ندور على السماد العضوي. وفي اسكندريه الحمد لله يمكن متوفر عندنا وسعره رخيص جدا. تمام. وربنا ان شاء الله يوفق مصر بقياده زعيمها ورئيسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استاذ حسين، كلمه اخيره. هي كلمه اخيره، احنا نتمنى ان الفلاح هو اساسا صابر، يعني من زمان ما تعملوش حاجه، فهو انا اتمنى ان هو مثلا الايام اللي جايه ديت تبقى يعني بالنسبه له انفراجه، ان التعاونيات يتم تطويرها انها تتملك مصانع كبيره على اساس ان يبقى منتجنا بالنسبه للمزارع يوصله للتعاونيات، والتعاونيات تبقى متواصله، والارشاد الزراعي يبقى كلها منظومه متكامله، عشان الفلاح اتظلم اكثر من 40 سنه. وان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع الظلم عن الفلاح. انا بشكركم شكرا جزيلا، استاذ حسين جمعه عضو الجمعيه الزراعيه المركزيه باسكندريه، شكرا جزيلا ليك. واستاذ محجوب الدياش رئيس الجمعيه المركزيه الزراعيه باسكندريه، نورتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا، احنا بنشكر كل القائمين على العمل بمحافظه الاسكندريه، وتحديدا انا عايزه اوجه تحيه
خاصة للدكتور مجدي ملوك وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والحقيقة كان ضيفي أكتر من مرة في برنامج اللون الأخضر، وكان بيتكلم أنه عايز يكون في تكنولوجيا داخلة لكل محافظات مصر وفي كل قرية يكون، قال لي كده حتى على الترعة نعمل سايبر أو نت كافيه كده المزارع المصري يثقف نفسه بنفسه ويبقى عنده طريق جديد للتكنولوجيا. إن شاء الله مصر تكون مليئة بالأيادي البيضاء اللي بتسعى فقط لمصلحة مصر أولا. فاصل سريع مشاهدينا ثم نواصل بعد الفاصل.